بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تنبيه في الآية رقم 11 عند قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، ذكرنا في هذه النقطة أو ذكر الله سبحانه وتعالى أن للأم الثلث إذا ما كان له ولد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، إذا كان في إخوة لهذا الميت الأم تأخذ السدس، فما يحجبونها بالكامل لكن يقللون. أنا هني أظن ذكرت أن الأخوة لأم، لا، تشمل الأخوة لأم والأخوة الأشقاء وكذلك الأخوة لأب، فحبيت بس أنبه على هذه النقطة. طيب، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، عفوا، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، آية رقم 22: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نكاح من نكح الآباء، يعني زوجة أبوي، حتى لو طلقها ما يجوز أنكحها. طيب، إلا ما قد سلف. شلون إلا ما قد سلف؟ يعني يمكن في الجاهلية واحد وقع في هذا الأمر ثم أسلم، هل يؤثم على هذا الأمر اللي وقع منه في الجاهلية أو قبل الإسلام؟ ما يؤثم. أو قد يكون أن الإنسان فعل هذا الشيء قبل إسلامه أو قبل علمه، طيب، ثم جاء في أولاد من هذا الزواج المحرم، من اللي هو الزواج من زوجة الأب بعد موت أبيه أو بعد طلاق أبيه لهذه المرأة، وتزوجها يا بعيال وهو ما يعلم أو ما كان مسلم، طيب هل يؤاخذ عليه؟ ما يؤاخذ عليه. طيب، هل الأولاد اللي جاءوا من هذا الزواج الباطل هم أولاد ينسبون لهذا الأب؟ نعم ينسبون، إلا ما قد سلف. لكن الواحد يفعل هذا الشيء بعد علمه بحرمته وبعد إسلامه ما يجوز. وهذا أخوان كان من كبار الذنوب، هو الزواج من زوجة الأب بعد موت الأب أو بعد طلاق الأب. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رأى عمه: شفيك وين رايح؟ فقال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان، أو إلى يعني بين فلان في بني فلان. ليش؟ أن أضرب عنقه وأخذ ماله، لأنه ليش؟ لأن تزوج امرأة أبيه، لأن تزوج امرأة أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عم البراء بن عازب: اذهب إلى ذاك الرجل واضرب عنقه، يعني اقتله، وخذ ماله. هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. حتى فيه من العلماء قال ان زنا، والعياذ بالله، زنا المحارم عقوبته القتل حتى لو ما كان محصن. المحصن والغير محصن يقتل في الامور، في الزنا بغير المحارم احنا نشوف اذا محصن يرجم، اذا كان غير محصن الجلد والتغريب عام، جلد مياه وتغريب عام. لكن اذا كان هذا الزنا في المحارم لا يقتل على طول. ليش؟ لان اشد اخوان الكرام والعياذ بالله، يعني حتى نادي واحد ما يتخيلها، كيف تزني بمحرمك؟ أمر عظيم، وللأسف وقع هذا، وقع. يعني من الأسباب أنه والعياذ بالله يمكن واحد يقع على محارمه، يمكن أخته أو غيره. ما سبب؟ تلفزيون، قنوات فضائية، إهمال الوالدين، الأبو مشغول، الأم مشغولة، ولا نايمين، والعيال سهرانين. طيب، ينظرون إلى هذه المناظر المحرمة وهم هذول توم شباب، والولد يمكن عمره 17 والبنت عمرها 15،
وما ببالهم صلاة وقيام ليل، لكن ببالهم الأفلام هذه يقعون بالحرام والعياذ بالله. هم كبائر الذنوب إخوان الكرام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فاحشة ومقتا وساء سبيله، تجديد في هذه القضية. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سب، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من الصغر إخوان الكرام نعلمهم، نعلم الأولاد ليش؟ عشان نحمي طبعا إخوان الكرام، الأقدار بيد الله، لكن الواجب علينا أن نبذل الأسباب، الواجب علينا نبذل الأسباب. عيالنا يمكن يقعون في الحرام، يمكن يقعون في الحرام، لكن ندعو الله أن الله يحفظهم، وكذلك نبذل الأسباب. فتتفرق بين أولادك، ما تخليهم بسرير واحد لحاف واحد، لا، فرق كل واحد بسرير، وإذا حصل صبيان بغرفة البنات بغرفة. ولا تقول لا أنا بنطر لما توم يا هال ما بلغوا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بهذا من عمر 10 سنوات، من عمر 10 سنوات يعني قبل البلوغ. نفس الشيء الحجاب يعني البنات، واحد يقولك لا توها ما بلغت، صار عمرها 7 8 9 لا ما بلغت، 10 11 12 ما بلغت، طيب لما بلغت صار عمرها 13 يلا يا بنت لبس الحجاب، ما تبي الحين ليش؟ لأن ما عودها، ما دربها. طبعا يكون تدرج في هذا الأمر إخواني الكرام، ما تقع هذه الفواحش والعياذ بالله الغريبة إلا يكون فيها أسباب، منها الأمور هذه، الخلطة بين الصبيان بنات البيت، ما في تفريق في المضاجع، ما في مراقبة صحيحة. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء في الزواج. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الزواج من الأم أو طبعا الجدة وما على، وأخواتكم، ما يجوز الزواج من الخوات، لا الشقيقة ولا الأخت لأم ولا الأخ ولا الأخت لأب، وعماتكم وخالاتكم، طبعا المقصود بالعمات عمتك، عمة أبوك، عمة أمك، كلها محرم عليك، محرم عليك أنك تتزوجها وأنت تعتبر محرم لها، يعني تسلم عليها، تقبل راسها عمة أمك، إيه تسلم عليها، تسافر وياها كمحرم العمرة، يجوز محرم. طيب فعم المحرم عمتك وعمة أمك وعمة أبوك، خالتك، خالة أمك، خالة أبوك، هكذا محرمات عليك. وبنات الأخ وبنات الأخت كذلك محرمات، يعني ما يجوز الزواج منهن وانت محرم لهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم من الرضاعة. طيب والرضاعة طبعا لها شروط في كتب الفقه، أن يكون كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى 5 رضعات، ويكون في الحولين، يعني في عمر 2 أو قبل البلوغ 2، هذا قول جمهور العلماء أكثر العلماء. طيب وأخواتكم من الرضاعة كذلك، خواتك من الرضاعة ما يجوز تتزوجها، أنت محرم لا نعم، لكن تتزوجها ما يجوز. طيب وأمهات نسائكم، أم زوجتك. وهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ينبه، دارج عندنا في الخليج أم الزوجة، أبو الزوج، أبو الزوجة، شو نقول لهم؟ عمي. طيب أو بعض المرات والله خالي، يمكن بعضهم يقول حق أم الزوجة عمتي خالتي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يحبذ هذه التسمية، ليش؟ قال لأن أنت لما تقول عمي، طيب هل هذا أخو أبوك؟ لا، ليس أخا للأب. هذا عمتك، هل أخت أبوك؟ لا. طيب ورب العالمين ما شنو سمى؟ هل سماهم عمات؟ ما سماهم عمات، قال وأمهات نسائكم، أم زوجتي. طيب فالتسمية هذه اللي دارجة الشيخ ابن عثيمين ما يحبذ، لكن مثلا لو واحد يعني يشوف والله هلا بالعم، هلا بالعمة، مرة واحدة كذي مرتين، طيب ممكن. يعني حتى لو مرة ذكر ان واحد سأله يا شيخ انا عمي كذا كذا كذا، يمكن مسائل ميراث او شيء، قال عمك انت تقصد اخو ابوك ولا ابو زوجتك؟ قال لا ابو زوجتي. قال لا ما يصير،
انت تسالني عن الميراث وهذا ابو الزوجه ما له شغل بالميراث يفرق يعني. المهم هذه مسميات طيب على الدارج على الدارج يعني. الافضل نوضح بتقول مثلا والله هذا عمي يعني ابو زوجتي، لان كثير من الناس لما يقول عم ما تدري اخوه ابو اخو الابو ولا ابو الزوجه تخلط، فانت وضحها عمي ابو زوجتي. طيب وكذلك ما فيها باس ان تقول ابو فلان، ما يعتبر تصغير او اهانته، ما يعتبر ان شاء الله. طيب وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني يحرم لك ان تتزوج بنت زوجتك، الزوجه اللي انت دخلت فيها يحرم منك تتزوج بنتها. شلون يعني؟ انت تبي تتزوج فلقيت لك واحده ثيب وهذه عندها بنت، طيب فانت تزوجت هذه الام والبنت عمرها سنتين وقعدت، او خلينا نقول عمرها 5 سنين، وبعدين قعدت تربت عندك تربت عندك، طيب وانت دخلت بامها يعني جامعتها وعاشرتها، لما ماتت الام مثلا او انت طلقت الام تبي تتزوج البنت، نقول لك ما يجوز ربيبتك هذه ما يجوز. لكن انت تزوجت الام عقدت، وعقب العقد من غير ما تدخل بهذه الزوجة طلقت لسبب من الأسباب، أو ماتت هي هذه الأم، هل يجوز أنك تتزوج بنتها؟ يجوز إذا ما دخلت على الأم يجوز. طيب كما قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني شنو؟ أنك تتزوجها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني ولدك اللي من صلبك ما يجوز تتزوج زوجته، ما يجوز إذا طلقها أو إذا مات الولد محرم عليك. وأيضا وأن تجمعوا بين الأختين، ما يجوز للإنسان يتزوج المرأة وأختها. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أنك تجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ما يجوز. واحد يقول حين من يتزوج ثنتين؟ المهم يعني حضر في ذهنك هذا الحكم، انك ما يجوز تتزوج المرأة واختها او المرأة وعمتها المرأة وخالتها. يعني ذكر العلماء يعني ما الحكمة وراء ذلك؟ قال لا والله اعلم ان هذا يسبب مشاكل في العائلة. ليش؟ لان تصير ضرتها هي وهي ما تعرفها تشوف المشاكل، فشلون لو اختها تسبب مشاكل داخل العائلة. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، يعني الامور اللي طافت في الجاهلية قبل الإسلام هذه عفى الله عنها ما عليك إثم فيها، لكنك تبتدئها بعد الإسلام والعلم أنه محرم هذا ما يجوز. ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن الله كان غفورا رحيما. الغفور سبحانه وتعالى الذي يستر الذنوب، والرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني كذلك يحرم عليك أيها المسلم أن تتزوج المحصنات، يعني المرأة متزوجة تروح حق واحدة متزوجة تقول أنا بتزوجك، ما يجوز يحرم ذلك. لكن متى؟ إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المسبيات ملك اليمين. إذا المرأة إذا النساء، طبعا السبي هذا يأتي من الجهاد، جهاد صحيح، فإذا قاتل المسلمون الكفار وأخذوا السبي فتنقطع العلاقة بين المرأة وبين زوجها، تنقطع العلاقة بين المرأة والزوج. فهذه بعد ما كانت محصنة بسبب هالحرب وبسبب السباء خلاص يجوز أنك تأخذها طبعا كغنيمة، تبع الغنيمة وتشترى وتباع. هذه أحكام موجودة أخوان الكرام، مو بس عند المسلمين، المسلمين الكفار، لكن الشريعة الإسلامية تحرص أنك تتخلص من ملك اليمين. شلون؟ لو تلاحظون كذا حكم اعتق رقبة اعتق رقبة اعتق رقبة، أنت لو تحلف وما تسوي حلفك اعتق رقبة. طيب اللي جاء منها رمضان اعتق رقبة، اللي يسوي هالأمر اللي يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي يعتق رقبة. لاحظوا اخواني الكرام، يعني الشريعة الإسلامية تحرص على عتق الرقاب، تحرص على الحرية. نعم الرق هذا يأتي من الجهاد الصحيح، لكن تحرص بعد
وجود الرق هذا أنك تحرر الناس. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني كتب الله تحريم ما حرم من ذلك وتحليل ما حل من ذلك، هذا كتاب الله، الأمور المحرمات اللي ذكرها. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هذه المحرمات أخوان الكرام وغيره حلال، روح تزوج اتزوج غير ذلك. وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، يعني شنو تبتغون؟ الحلال مو الحرام، تدفع المهر وإشهاد وأشهار طيب وإجابة قبول ولي، هذا اللي تبيه الشريعة الإسلامية أخوان الكرام. محصنين يعني أعفاء، يريدون العفة والطهارة، غير مسافحين لا يريدون الزنا، يعني ما الواحد ما يدفع الأجر للزنا والعياذ بالله، هذا خبيث مهر البغي. لا، عندنا في طهارة في الإسلام تدفع المهر قدام وليها أبوها أو غيره من الأولياء، وتعزم الناس، تدعو الناس إلى الوليمة، إشهار. الحمد لله ما فيها سالفة إصرار وبالخش وبالدس وبعمارة بشقة، لا، هذا سفاح والعياذ بالله. ولا جناح غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، يعني فما نكحتم منهن فجامعتمهن فآتوهن أجورهن فريضة. تتزوج المرأة وتعاشرها يعني لازم تعطيها، تؤدي إليها الصداق اللي هو المهر. ولا جناح عليكم، يعني لا حرج عليكم أيها الأزواج، إن أدركتكم عسرة بعد إعطاء المهر فيما تراضيتم به أنتم ونسائكم، يعني تأخذ من المهر عقب ما تعطيه، لكن شرط بيكون برضا مو بضغط ولا بإضرار. أهم شيء أنت تكون محدد المهر وتستلم المرأة بعد ما تتزوج. المرأة إيش عندك؟ أنت تحتاج شيء، تبي تطلب منها، تبي قرض منها، تبي مساعدة، بطيب نفس كيفك، حلال عليك. طيب، أو يكون في شيء يسمونه في الفقه الحباء، اللي هو أن أحد أولياء المرأة يطلب شيئا من المال من الزوج، إذا كان هذا الطلب قبل العقد فيكون من حق المرأة، وإذا كان بعد العقد فهو يكون من حق السائل. شلون؟ يعني ناس اتفقوا أن الرجل جاء إلى المرأة وتقدم لها من وليها من أبوها، يبي يتزوجها، كم المهر؟ المهر والله مثلا خلينا نقول 1000 دينار. هما قاموا يتكلمون، العم أو أخو الزوجة قال وأنا بعد أبي 1000. طيب، قال تم ما عندي مشكلة، 1000 هذا اللي يطلبه الأخو يكون حق للمرأة دام انه قبل العقد، يكون حق المرأة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اذا كان الاتفاق هذا قبل العقد يكون هالأموال للمرأة. فلما يدفع 2000 زين عند مثلا الملاج يبي يكتب العقد، يقول كم المهر؟ فيقول الزوج 1000 للزوجة و1000 حق اخوها، فيقول الملاج لا، يبي يجيب 2000 كلهم حق المرأة. أي اتفاق قبل الزواج قبل العقد حق المرأة، لكن لو عقدوا وخلصوا تم المهر إن 1000 للمهر المسمى، وبعدين عقب العقد يمكن مثلا عقب العزيمة أخو الزوجة ولا عم الزوجة قال والله يعني هم أنا أبي 500 أبي 1000، هني ممكن يأخذها هو. واضح أخوان الكرام؟ لكن كل هذا يكون بطيب نفس وبرضا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بعد ما تفرض لها طيب وتأخذ حقها بالكامل، بعدين اتفق وياها انت كيفك بطيب نفس. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. أخوان الكرام يعني لاحظوا أن أسماء الله تتكرر، عليم، حكيم، تواب، رحيم، غفور. أخواني أهم شيء
أسماء الله الحسنى أهم شيء. لو كان الناس يستشعرون هذه الأسماء لاستقامت حياتهم، ما حد يظلم الثاني، ولا حد يظلم الثاني، ولا حد يغش الثاني. أنت لما تستشعر أن رب العالمين عليكم رقيبة مثل ما ذكرنا في الآية الأولى تخاف، ما تسوي أي شيء غلط. لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم ما تعترض على أحكام الله، لا الله أعلم مني، الله أحكم مني. إذا أذنبت تعلم أن الله غفور، هني ما تقنط من رحمة الله، والله رحيم بعباده. أخوان الكرام، أهم شيء الأسماء الله الحسنى. إذا أنت عندك يقين وعندك علم بأسماء الله الحسنى، والله لن صلحت الأمور. لكن بسبب جهلنا في أسماء الله سبحانه وتعالى وتفريطنا وغفلتنا، الناس يقعون في المحرمات، يقعون في التقصير. لكن لو كان الإنسان عنده علم بهذه الأسماء العظيمة لاستقامت الحياة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. شو السر هذا؟ من أحصاها دخل الجنة. إيه نعم، أنت إذا عرفتهم وفهمتهم وعديتهم وعملت بهذه الأسماء تدخل الجنة لا شك، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا الحد. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على محمد.